السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، آية وحكاية النهاردة بنتناول آية تتناسب تماما مع الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام، وهي أحداث ما كناش نتمنى أنها تحدث، لأن دم الإنسان غالي جدا، ودم يكون يعني غالي أكتر لما يكون الإنسان دوت واقف بيحرس صغر من صغور الإسلام. فالآية بتقول المولى عز وجل يقول فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سلم يا رب سلم. إنسان يوصل للغضب ده لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليه بهذه العقوبات. شوف، ومن يقتل مؤمنا، مش قتل خطأ، قتل متعمد، رايح يقتله، رايح متعمد إنه يقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، عد معايا، جهنم خالدا فيها. خالدا فيها لا يدل على طول المكث وطول المدة، أما إن كان مستحلا للقتل فهو خالدا مخلدا فيها أبدا. ربنا عفونا عفيكم، يبقى خالدا فيها. وبعدين وغضب الله عليه، وثلاثة ولعنه، أربعة وأعد له عذابا. ربنا وصفه بأنه عذاب عظيم، وأعد له عذابا عظيما. النهاردة بننقل عزائنا لأهالي شهداء رفح، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا سبحانه وتعالى. طبعا حادث أليم جدا لكل المصريين، وقلوبنا جميعا يعني بتبكي الدماء بدل الدموع على هؤلاء الضحايا اللي جم في وقت الحقيقة يعني أيام مباركة وأيام مفترجة. وحقيقة كان موقف عجيب جدا، شباب واقفين بيحرصوا ثغر من ثغور الإسلام، واقفين صايمين، يعني مش كمان في الخدمه مثلا وخدوها رخصه ان هم يفطروا ولا غيره، وغيرهم كتير جدا كان على سفر، في منهم ناس كانت من الصعيد، وفي منهم ناس كانت من الارياف، وقاعدين في فين؟ في سينا. فشوف بقى، تخيل حضرتك، يعني انا مش متخيل يعني مشهد زي كده، واحد على سفر وله رخصه ان هو يفطر، ورغم ذلك كانوا صائمين كلهم. وفي وقت الافطار، وقت عجيب جدا، واللي بيعمل هذه الجريمه عارف ان في وقت الافطار ده الناس كلها مشغولة، إما في صلاة المغرب وإما في الإفطار إلى غير ذلك، ما حدش منتبه إيه اللي بيحصل. منهم بعض الشباب كان بيقول أصلي الأول قبل ما أفطر، فوقف يصلي، وما شفعت لهمش صلاتهم عند هؤلاء المجرمين، قتلوه وهو بيصلي. ومنهم من كان لسه بيحط التمرية في بقه ومات والتمرة ما زالت في فمه، ما قدروش يخرجوا التمرية دي، يمكن تكون شاهد ليه يوم القيامة إنه مات وهو صائم. ومنهم اللي كان لسه بيقول بسم الله وبيسمي، وآخر حاجة ذكرها هي اسم الله سبحانه تعالى، فقتلوه ولم تشفع له لفظ الجلالة عند هؤلاء المجرمين الغادرين الذين قتلوه. حادث صحيح أليم جدا. في منهم شباب، وكلهم شباب صغير ما بين 20 و23 سنة، يعني في منهم شباب كان متجوز وعنده طفل عنده سنة، اتيتم الطفل ده وعنده سنة، ومنهم اللي كان لسه جوازه في العيد اللي جاي، ومنهم شباب يعني هم كل حاجة لأهليهم، فأهليهم يعني من كتر الصدمة البشعة فقدوا النطق، مش قادرين يتكلموا، لا الأب قادر يتكلم ولا أم قادرة تتكلم. الدموع تجمدت في عيني أم هذا الشاب، ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم ويقولهم جميعا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. ربنا يا رب يصبركم ويربط على قلوبكم ويصبر أهل مصر جميعا. الحقيقة والله كلنا في قمة الحزن، والله في قمة الأسى، وأظنش إن في عين في على أرض مصر لم تدمع في هذا اليوم. هذا يوم البكاء فعلا، الكل كان بيبكي، الكل كان حزين جدا على مشهد هذه الجنازة التي حدثت، على مشهد هذه الجريمة التي تمت. يعني عايز أقول لأهالي الشهداء ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يعني عايز أقول لهم يعني
أنا بعزيكم وبهنيكم في نفس الوقت، بعزيكم على فقد أولادكم وبهنيكم لأن هم ماتوا في موطن شرف. أنا واحد من الناس أتمنى أموت الميتة ديت، أتمنى أن أنا أموت وأنا بحر الصغر من صغور الإسلام علشان أنال الشهادة وأشفع في 70 واحد من أهل بيتي. بقول لكم كده لأن فعلا يعني أنا أعرف ناس لهم واقفين لا في الحراسة ولا بيعملوا حاجة من الحاجات ديت، ورغم ذلك أقسم بالله ناس من الصالحين الأفاضل اللي أعرفهم وأتقرب إلى الله بحبهم، والله العظيم يتمنوا الموت في زمان الفتن الذي نعيشه الآن، لكن يتمنون الموت على حسن الخاتمة، إن هم يموتوا في رباط، يموتوا في شهادة، يموتوا هم سجدين، يموتوا هم بيطوفوا حول الكعبة، بيتمنوا الميتة الحسنة في هذه الأيام. ويا بخت اللي بيموت في هذه الأيام، والله خذوها من أخوك الصغير، يا بخت اللي بيموت في الأيام ديت ولكن على حسن خاتمة، يا بخته، ربنا بينجيه من فتن أقسم بالله تموج موجا. احنا في وقت اختلطت فيه جميع الأوراق، احنا في وقت عاملين فيه ايه؟ زي واحد ماسك شوية ورق صغير كده وكان مرتبهم حوالي 1,000,000 ورقة مترتبين ترتيبه معانا بأرقام، وراح ماسكهم ورميهم في الهواء. كل الورق اللي في الدنيا اختلط، ما فيش حاجة ما اختلطتش، الدنيا اختلطت، الصادق بقى كاذب والكاذب بقى صادق والأمين بقى خائن والخائن بقى أمين، والدنيا كلها بقت مقلوبة قلبة، يعني لدرجة أني أعلم ناس من الأفاضل الصالحين بيقولوا يا رب يا رب استلم الأمانة، يا رب يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. عايز أقول لكم والله العظيم هنيئا لأولادكم وهنيئا ليكم لأنكم أهليهم اللي أولادكم هيشفعوا فيهم. عايز أقول لكم كذا بشرى النهار يعني من باب أنا مش بواسيكم وبس، لا ده أنا عايز أبشركم والله، يعني أنا مش مجرد بواسي، أنا لو جاي النهاردة بعزي أي أسرة من أسر الشهداء اللي ماتوا في حادث رفح، أقسم بالله العظيم أنا لو أقابل هذا الشهيد الذي قتل يعني في هذا الحادث الأليم، والله العظيم هقول له يا بختك، هقول له يا بختك هنيئا لك، يا ليتني كنت مكانك. سبحان الملك، شوف لما يكون ابنك أو ابنك مات وهو في الحراسة بيحرث ثغر من ثغور الإسلام، رجل في رباط، اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن أجر المرابط، واسمعوا كلها أحاديث صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. عايز أقول لأهالي الشهداء، ربنا يا رب يربط على قلوبكم ويعفو عنكم جميعا يا رب العالمين. لو إن ابنك رجع من سيناء وهو جايب لك عربية أحدث موديل وبيقول لك جاتني هدية من قائد القوات المسلحة، شوف فرحتك قد إيه، أو قائد القوات المسلحة أو رئيس الجمهورية، أي حد أي منصب عالي إداني الشقة دي هدية عشان أتجوز فيها، إزاي هتكون فرحتك؟ لا ده وقوفوا يوم وليلة يا أمي، يقوفوا يوم وليلة بس في الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي بيقول أفضل من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر إن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، هم ليس عليهم عذاب قبر إن شاء الله بحسن ظننا بالله وبالثقة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. أي عمل أي إنسان بيموت خلاص الدفتر بيتقفل، إلا إذا كان رجل عالم، رجل عمل خير، رجل ليه صدقات جارية، كذلك الشهيد لو مات الشهيد حتى يعني وهو فقط مش بيحارب، هو بس واقف للرباط في سبيل الله للحراسة، ينمو له عمله كأنه عايش وكأنه بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيبر أمه وأبوه وبيعمل كل الخير ده، ينمو له العمل إلى يوم القيامة ولا تغلق صحيفته أبدا. يا رب اكرمنا وكرمكم يا رب العالمين. حاجة التالتة، أهالي الشهداء ربنا يبارك فيكم، وقول الكلام طبعا لكل المصريين عشان نصبر قلوبهم، شباب دولت ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. كانوا صايمين يا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح، حديث في قمة الروعة، بيقول: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يا سلام، يعني رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، كأنه جمع الدنيا وما فيها وأحسن من كده كمان، فوق ده كله كمان إن أفضل من صيام شهر وقيامه، وبعدين يوقى من عذاب القبر وينمو له عمله اليوم القيامة، وفوق ده كله يختم له بصيام. هم كانوا لسه بيفطروا بسم الله وقتلوا،
ونالوا الشهادة، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. ده لو ما كانش في رباط، ده كان يعني هو مجرد صائم وبعدين بعد ما فطر على طول اتقتل، أو هو صايم اتقتل، من أو مات حتى موت عادية، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. أمال لما يكون بيقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وكمان وهو صائم، يعني يجمع له أجر الشهادة وأجر الجهاد وأجر المرابطة وأجر الصيام، إن هو يموت على الصيام. من ختم له بصيام دخل الجنة أو بصيام يوم دخل الجنة، ومات كلهم شهداء في هذا الشهر الكريم، في شهر مبارك، هو شهر رمضان، هو أفضل شهور العام. تعالوا نشوف يعني ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أجر الشهيد، وبعدها مباشرة نطلع فاصل نقدم عزاء من قناة الناس ومن كل حبايبنا يعني إلى أهالي الشهداء. لكن بعد ما أقول الحديث ده مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، خد بالك بقى، للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يا أهالي الشهداء، يا أرايب الشهداء، يا أصدقاء الشهداء، إن شاء الله كل واحد فيهم إن شاء الله بحسن ظن بالله وبتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله كل واحد فيهم يشفع في 70 إنسان من أهل بيتي. تعالوا نشوف عزاء أهل مصر كلهم لهؤلاء الشهداء ونرجع لكم مرة تانية. قناة الناس الفضائية، الأمة المصرية في شهداء الوطن الذين نالت منهم أيادي الغدر والخيانة، وهم يقومون بأشرف مهمة لحماية الحدود المصرية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، وتتمنى العافية لأبنائها المصابين. نرجو من الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الذين سالت دماؤهم الذكية الطاهرة فداء لوطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده عزاء بسيط لأهالي الشهداء وعزاء لأهل مصر كلهم والأهل الأمة العربية والإسلامية، فكلنا الجسد الواحد. عايز أقول كمان لأهالي الشهداء، نفسي النهاردة إن العزاء ده يوصل لهم بجد، ونفسي اللي شاف الحلقة ديت وبيسجلها نفسي يبعتها لهم على سيديهات يقولهم يشوفوها، لأنه عزاء من القلب. ولو أطول أروح لكل أسرة والله، نروح لحد عندهم ونعزيهم. ربنا يا رب يرحم أولادهم، يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ودي بشرى لأهالي الشهداء، يقول كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه، يعني حبيبه، من أهل الدنيا فصبر واحتسب، لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فلما يكون ابنك ربنا ختم له بالصيام يوم فله الجنة إن شاء الله، وختم له بالشهادة فله الجنة إن شاء الله. فعشان إحنا كمان نحصله في الجنة، فلابد أن احنا نصبر ونحتسب عشان ربنا يجمع بينك وبين ابنك في الجنة، ويجمع بينك وبين ابنك في الجنة، ويجمع بينك وبين أخوك وصحبك في الجنة. من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب، لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث تاني رواه الترمذي بإسناد حسن، إن النبي بيحكي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه وصعد إلى الله عز وجل قال جل وعلا وهو أعلى: كيف وجدتموه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع، بيقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لو صبرتم على موت أولادكم واحتسبتم إن شاء الله ليكوا الجنة وليكوا بيت الحمد في الجنة. الحاجة الثالثة، حديث رواه النسائي بسند صحيح، إن كان في صحابي بيقعد حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ابنه صغير، طفل صغير بيلف حواليه وحوالين النبي ويقعد يضحك ويدعبهم. فكان النبي مرة بيسأله بيقول له: أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه. إجابة غريبة جدا، بيقول له: ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني. فمات الولد وغاب الرجل لأنه يعني حزن جدا على موت ابنه. ومرت الأيام ورجع يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عليه: أين فلان؟ قالوا: مات ابنه يا رسول الله.
فراح النبي علشان يعزيه، فأول ما شافه قال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال: بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. قال: فذلك لك. لو وقف الحديث عند كده كنا هنزعل قوي. فأول واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ يعني لو هو بس احتسب ولده هينتظر عند أبواب الجنة، ولا احنا لو احتسبنا برضه احسن لنا كده؟ قال: بل لكلكم. الله، فكل واحد فيكم بيحتسب ولده هينتظر عند أبواب الجنة الثمانية، ويدخلوا الجنة ويلاقي له بيت في الجنة مخصوص اسمه بيت الحمد. ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم يا رب العالمين، ويجمعكم وأولادكم في الفردوس الأعلى، ويجمعنا معكم في الفردوس الأعلى. فاصل قصير ونرجع لكم نكمل عزائنا لأهالي شهداء رفح ولكل أهل مصر. فاصل قصير، صلى على حبيبك. احنا عيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على هؤلاء الشهداء، ربنا يرحمهم ويلحقنا بهم على خير. وعايزكم تتأكدوا إن الفعلة ديت لا تخرج أبدا عن يد الصهيونية العالمية. تأكدوا تماما، لا في جماعة إسلامية لا متشددة ولا وسطية ممكن تعمل العمل الإجرامي ده. حدش في الدنيا حتى لو كان إنسان عياذا بالله فكره ومنهجه خطأ، لا يمكن واحد يتجرأ أن يقتل مسلم في وقته هو بيفطر في شهر رمضان. ده الإنسان المسلم يخشى أن يقتل كافر في الوقت ده. فربنا يعفينا وعفيك يا رب العالمين. ربنا ينتقم من اليهود شر انتقام، وهم عمالين من فترة بسبب انشغال مصر بأحوالها المتردية من فترة كبيرة جدا بيحاولوا بقدر إمكان ينكشوا البلد عشان يدخلوها في حرب ما هواش وقتها. فهم بيحاولوا بقدر إمكان، وده ليه سبب كبير جدا احنا عارفينه طبعا، ان هم نفسهم من زمان يردوا الضربة الكبيرة اللي خدوها في يوم العاشر من رمضان السادس من اكتوبر 73. لكن ان شاء الله حتى لو حصل وحتى لو خدنا حرب، ان شاء الله ان شاء الله هيدوقوا درس اقصى واقوى واشد 1,000,000,000 مرة من الدرس اللي خدوه ان شاء الله في العاشر من رمضان، على الاقل في العاشر من رمضان السادس من اكتوبر 73. يمكن الامة ما كانتش حاسة بحريتها زي دلوقتي، ولا حاسة بكرامتها زي دلوقتي. اظن ان الشعب المصري لا يمكن يطاطي ابدا لهؤلاء المجرمين. عايز اقول للمجرمين اللي عملوا هذا العمل الاجرامي ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل اهل الذمة اللي هم مش مسلمين. فما ظنك بالمسلم الموحد اللي بيعبد ربنا، فما ظنك بالمسلم الصائم القائم اللي واقف في رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مش هيشم ريحتها، مش بيقول مش يخشها. من قتل معاهدا أو معاهدا، وتصح القراءتان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، وفي رواية وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. طيب، الحديث الثاني رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لو كان المقتول كافر والقاتل مسلم، والمسلم إدى الأمان للكافر ثم قتل، فالنبي بريء من المسلم. فما ظنكم لو كان المقتول مسلما، إنسان موحد قائم صائم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. لدرجة ان سيدنا اسامة بن زيد له حادث عجيب جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي امر اسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب من احب الناس الى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ارسله في سرية. فأسامة بن زيد كان في السرية ديت، كان هو أمير السرية. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن واحد من المشركين قعد يقتل في المسلمين مقتلة شديدة جدا. فلما أسامة بن زيد شافوا المنظر ده راح مشاور لواحد من الأنصار، وهم الاثنين راحوا انقضوا على هذا الرجل. فلما لقى السيف والرمح فوق دماغه الرجل ده، أمالي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرجل الأنصاري تأخر لما سمعوا بيقول الشهادتين، وأسامة بن زيد راح مكمل عليه وقتله. لأن بصراحة الحق يقال إن رجل ظاهر الأمر أنه كان متعوذا،
كان بيقول الكلام ده من خوف مش من اقتناع ان هو عايز يخش في الاسلام. فلما عاد اسامه بن زيد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمه الغضب: اقتلته يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، انما قالها متعوذا. قال: هلا شققت عن صدري حتى تعلم اقالها متعوذا ام غير ذلك؟ فواذا بالنبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كلما قبله يقول: يا اسامه، ماذا تصنع بلا اله الا الله اذا جاء بها يوم القيامه؟ حتى قال اسامه بن زيد على قتل رجل مشرك، مش بقول مسلم، والظاهر من الروايه اقسم بالله الظاهر منها ان رجل قالها خوف، ما هوش قالها عن عقيده. ورغم ذلك اسامه بن زيد بيقول: حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا في ذلك اليوم عشان يكون الحدث ده بره الاسلام مش جوه الاسلام. واخذ علي قد ايه كان خوفهم وحرصهم على حرمه الدماء وخوفهم من سفك دي اي دماء ايا كانت، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل اي كافر الا اذا كان محاربا، الا اذا كان محاربا فقط، اما غير ذلك فاهل الذمه واهل العهد واهل الامان لا يمكن لانسان ان هو يقتلهم ولا يتعرض لهم، لان العقاب شديد جدا جدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الغدارين قتلوا أولادنا غدرا، يعني فوق إن هم قتل كمان القتل، يا ريت مثلا مجرد إن كانت معركة ما بينهم أو لقاء أو أي حاجة أو موقعة أو حرب، أبدا ده كان غدر. غدر واحد بيصلي اتقتل، ناس بتفطر اتقتلوا، واحد لسه بيسمي الله اتقتل، الكل كان في حالة يعني ما فيش تهيؤ للحرب بالمرة. وإلا لو كان هؤلاء دخلوا على شبابنا الطيبين الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يحشرهم في زمرة الشهداء، لو دخلوا عليهم في قتال كان إن شاء الله كان النتيجة كانت هتكون غير كده إن شاء الله، لكن قد الله ما شاء فعل. فدول دخل عليهم غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء الغادرين كما في البخاري ومسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. كل غادر يبقى متعلق له كده لواء، لواء يوم القيامة، ويتقال على اللواء ده مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. الله أكبر، تخيلوا بقى فعلا يوم هيكون فضايح، يوم هيكون فيه فضايح كثيرة جدا. إنسان غدر يجي يوم القيامة، حتى لو حتى مش عايز الناس كلها تعرف أنه غدر ويتمنى يخش النار بغدرته دي، بس ما يتفضحش، لا يتفضح أمام الخلائق ولواء طالع له كده يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما عند أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح. قال: كل ذنب، ركز معايا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب، أعيد الحديث، كل ذنب عسى الله أن يغفره، أي ذنب في الدنيا إن شاء الله ربنا يغفره، إلا ذنبين: إلا من مات مشركا، دي مفروغ منها معروف، أي واحد مات كافر خلاص، يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى هو ده الدين الذي ارتضاه المولى عز وجل. فالنبي بيقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، دي معروفة، أو قتل مؤمنا متعمدا، قلنا في أول لقاء أي مستحلا لذلك. وإلا فخلود الإنسان لو إنسان قتل مؤمن وخبالك وهو غير مستحل لذلك، قتل قتل خطأ مثلا، فكلمة الخلود التي وردت في الآية حتى لو كان قتل متعمد وخبالك، كلمة الخلود التي وردت في الآية مدام الإنسان على التوحيد وعلى الإيمان وفعل ذلك وكفر عن ذنبي ودفع الدية وصام وعمل كل الأشياء التي جاءت في الآية نفذها بالحرف الواحد، فعسى الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. وكنتم تعلمون أن الكبير أو أصحاب الكبر هم في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنهم، وإن شاء إيه وإن شاء عذبهم، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لكن ما دام كان مستحلا لهذا الفعل فهو ده من الذين قال عنهم جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، بيقول لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح، والله العظيم حديث يخلع القلوب: لزوال الدنيا وما عليها، الدنيا دي كلها تزول يا اخي بكل ما عليها من جبال واشجار وانهار واحجار وبيوت وسيارات ومصانع، كل الدنيا دي لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.
يا سلام. وفي يوم من الايام حبيبك بتصلي عليه الصلاه والسلام يقف قدام الكعبه، الكعبه اللي الانسان بيشوفها كده قلبه بينخلع، يحس كده انه امام مهابه الكعبه دي شيء عجيب جدا، لها مهابه عجيبه جدا. لما تقف قدامها كده تحس ان الايمان ملأ قلبك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه المؤمن خير عند الله او اكثر عند الله من حرمتك. شوف يعني حرمة العبد المؤمن، المؤمن الإنسان المؤمن حرمته أفضل عند الله من الكعبة. الكعبة اللي احنا بنروح وقلبنا كده بيشتاق وكلنا يعني بتهفو أنفسنا ان احنا نروح هناك كل يوم مش كل سنة. خد بالك الدنيا دي كلها ما تسويش قطر الدم المؤمن، والكعبة شوف قد ايه. انما عشان بيقول: ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه المؤمن عند الله اشد من حرمتك، اعظم من حرمتك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من عمله، تخيل بقى ايه حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح، قال: اول ما يحاسب به العبد الصلاه، واول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولا تعارض بين الأمرين، أول ما تحاسب فيه أو عليه من عملك هو الصلاة، كما في الحديث الآخر إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. خد بالك دي في العلاقة أو في العبادة التي بين العبد وبين ربه. أما في الدماء فهذه في العلاقة بين العبد وبين أخيه. يبقى إذن أول ما يقضى في العبادات أو في الأشياء التي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى هي الصلاة، وأول ما يقضى به أو أول ما يقضى فيه في العلاقة بين العبد وبين أخيه أو بين العبد وبين من يعيش على الأرض حتى لو لم يكن أخا له، هي الدماء. ليه؟ لعظم حرمة الدماء. الدماء لها حرمة عظيمة جدا، إن الإنسان لا يتجرأ على سفك دماء الناس. فبنقول لأهالي الشهداء ونكرر مرة تانية عزائنا ليهم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. ووجهنا عزائنا ليكم وقلنا لكم البشريات الجميلة إن شاء الله اللي ربنا رب يجعلها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات أولادكم، وقلنا لهؤلاء الغدارين عقوبة هذا العمل الإجرامي. وبنقول ونذكر للمرة الأخيرة إن إن شاء الله لن ينال اليهود أبدا من أمن مصر ولا من شعب مصر، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي أخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ، وهي دي حياة اليهودي، جبان وخسيس، فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولذلك اليهود زرعوا أرض فلسطين كلها من شجر الغرقد حتى يختبئوا وراء ذلك الشجر. إن شاء الله يمكن الرب قرب إن شاء الله ستتحرر سوريا وستستقر مصر إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون لا وجود بعد اليوم للكيان الصهيوني. رسالة من القلب، وإن شاء الله ألا إن نصر الله قريب. ربنا ينصرنا وينصركم، وعزائنا لأهل الشهداء وعزائنا لكل أهل مصر والأمة العربية، وربنا يرحم هؤلاء الشهداء يا رب العالمين ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. و كنت أتمنى أن احنا نلتقي النهاردة في مناسبة طيبة، لكن إن شاء الله ربنا يا رب يعني يعفو عنه عنهم ويكرمنا ويكرمكم، ونلتقي غدا إن شاء الله مع أي حكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المسلم.